الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من إله غيره يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد: فلرفع البلاء أسباب ظاهرة يعلمها الناس، وأسباب باطنة يعلمها أهل الإخلاص وأهل الإيمان، لأن الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابك وللبشرية جمعاء: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو وحده، هو مولانا، هو سيدنا، هو ملجأنا، هو مستغاثنا، وعلى الله فليتوكل من المؤمنون. نبدأ بالأسباب الظاهرة، وهي الأخذ بالأسباب. وفي مقدمة الأخذ بالأسباب طاعة ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر في إدارة أي أزمة أو كارثة أو نحوه. فعندما قال الحق سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هنا هم أهل الاختصاص، بما يعني أن الالتزام بتوجيهات الجهات الرسمية والمؤسسات الرسمية وبخاصة الطبية وما يصدر عنها من تعليمات في هذه الأوقات واجب شرعي ووطني وإنساني. ذلك أن الإنسان، نسأل الله العافية للجميع، إذا أصابه داء إلى أي جهة يسرع ويهاول؟ إلى الجهة المختصة، إلى وزارة الصحة ومؤسساتها ليتلقى العلاج. فإذا كنت تقتنع أنك ستذهب إلى المؤسسات الصحية لتتلقى العلاج، فإن من الواجب عليك أصلا أن تأخذ بتوجيهاتها الوقائية حتى لا يستفحل الأمر
ويخرج أمر العلاج عن السيطرة كما حدث في بعض الدول التي ضاقت مؤسساتها الصحية بكثرة المصابين. فالوقاية خير من العلاج، فعلينا أن نأخذ بالأسباب الوقائية. فعندما قال أحد الناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ومن الأسباب الظاهرة العناية بالنظافة إلى أقصى درجة. ونأخذ نموذجا واحدا، قضية غسل اليدين. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الإنسان الذي يحرص على الصلاة يغسل يديه أقل شيء 30 مرة في اليوم. ذلك أن الإنسان يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، وعند بداية الوضوء يبدأ الإنسان بغسل اليدين 3 مرات، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق وهو أيضا من الطارد للجراثيم والميكروبات، ثم غسل الوجه، ثم يعود فيغسل اليدين إلى المرفقين مرة أخرى. فيغسل اليدين 3 مرات في مستهل الوضوء، و3 مرات على سبيل الفرض بعد غسل الوجه. فإذا توضأ 5 مرات معنى ذلك أنه يغسل يديه 30 مرة في كل يوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. ومنها أيضا غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، وتقليم الأظافر حتى لا يتكون أي اتساخ بين الأظافر ولحم الأصابع. ثم مع ذلك عد الشافعية لاغتسالات المسنونة فوجدوها 17 غسلا، منها غسل الجمعة على أنه سنة، وهناك من قال بالوجوب لكننا مع الشافعية عده سنة، وغسل العيدين وغسل الجنابة وغسل الحائض وغسل النفساء وغسل من غسل الميت. الإسلام عني عناية بالغة بالنظافة، فلو أخذنا بهذه المبادئ وطبقناها تطبيقا عمليا علينا من هذه المحن أن نستفيد. فمعظم العادات الحسنة كغسل اليدين ونظافة البيوت ونظافة المساجد ونظافة الأماكن العامة، ونتجنب العادات غير الحسنة كعادات المعانقة التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. هذا جانب. بقي لي جانبان أختم بهما. الأول هو أن هذه المحن تحتاج منا أن نرجع إلى الله، حيث يقول الحق سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. لو كان نائما لا ينتظر أن يقف، ولو كان جالسا لا ينتظر أن يقف، ولو كان واقفا لا ينتظر أن يجلس. وإذا مس الإنسان الضر دعانا وحدنا، لا ملجأ من الله إلا إليه، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسع. هذه الشدائد تحتاج أن نرجع إلى الله. وعندما نرجع إلى الله، الرجوع إلى الله يتطلب هذه اللحظات تحتاج منا التراحم والتكافل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، لا بالاحتكار ولا بالاستغلال ولا بالأنانية. وإذا كان الإسلام قد حرم كل أنواع الاستغلال والاحتكار، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم:
المحتك ملعون. وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار الناس ليغليه عليهم، ليرفع عليهم الأسعار، كان حقا على الله عز وجل عظم من النار يوم القيامة، بمقعد عظيم من النار. وإذا كان الاستغلال والاحتكار ممنوعا على كل حال، فإنه في أوقات الشدائد والأزمات اسم كبير، وخيانة لله ورسوله، وخيانة للدين، وخيانة للوطن. وكذلك أيضا الأنانية في الشراء، بأن تجمع وتترك الآخرين، الشره في الشراء بلا داع، أيضا من الأخلاق غير الحميدة التي يجب أن نتجنبها، والتي يجب أن نصحح عاداتنا فيها. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. أكدنا وما زلنا نؤكد أننا لا يجب أن نستقي أي معلومات تخص الأحداث والأزمات إلا من الجهات الرسمية المسؤولة، وألا ننساق خلف المواقع أو الصفحات المشبوهة أو مروجي الشائعات والأكاذيب. ونؤكد أن بث الشائعات التي تثير الرعب بين الناس، وأن التجني على الحقائق وتحريف الكلم عن مواضعه، والخروج بأرقام لا أساس لها من الصحة قصد إثارة الرعب أو تشويه صورة الوطن أو نحو ذلك، كل ذلك يعد خيانة للدين والوطن، والتلاعب بعواطف الناس وبمشاعر الناس في أوقات الشدائد، ممن يعين على صفحاتهم فيبحثون إلى كل شاذ وغريب، اسم كبير وجرم في حق الدين والوطن. وعلينا أن نتحرى وأن نتثبت من كل شيء، وألا نلهس خلف هؤلاء الذين لا يألون على دين ولا وطن. الأمر ناصع، ولا ملجأ وقت الشدائد من الله إلا إليه. علينا صحيح علينا أن نأخذ بأقصى الأسباب الاحترازية والوقائية والنظافة من باب اعقلها وتوكل، لكن في النهاية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم لا ملجأ منك إلا إليك، اللهم لا ملجأ منك إلا إليك. سمعنا كثيرا من مسؤولي الصحة ومن رجال الصحة في مختلف دول العالم من مسلمين وغير مسلمين يقولون: انتهت لدينا أسباب البشر، ولم يبق لنا إلا أسباب خالق البشر، لم يبق لنا إلا أسباب رب الأرض والسماء. اللهم ليس لنا رب سواك نلجأ إليه، نؤمن بك ونتوكل عليك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة تكلنا إلى أن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا على بابك فلا تطردنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا. اللهم قد عجزت أسبابنا، فجئنا نتعلق بأسبابك. اللهم قد عجزت أسبابنا، فجئنا نتعلق بأسبابك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا
وقلة حيلتنا، لا حيلة لنا إلا بأمرك، ولا قوة لضعفنا إلا بك، فأمددنا بفضلك وعونك وكرمك، واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وارفع عنا وعن العالمين البلاء، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله.